اهلا بكم طلاب الصف الثاني الاعدادي. النهارده ان شاء الله هناخد درس جديد، الدرس الرابع في الوحده الثالثه، غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، دعوته وكفاحه. هنستكمل جولتنا في حياه الرسول صلى الله عليه وسلم عشان نتعرف على مرحله جديده من مراحل دعوته. بعد ان استقر في المدينه ووضع اسس دولته، هنتكلم درس اليوم يا ولاد على مرحلة الدفاع عن هذا الدين الجديد. ويبدأ الرسول وأصحابه في مقاومة كل من يسعى للقضاء على هذا الدين والوقوف أمام نشر فضائله ومبادئه السامحة بين الناس جميعا. هنتكلم على أول حاجة يا ولاد، ما الفرق بين السرية والغزوة؟ السرية هي حملة وجهها النبي صلى الله عليه وسلم ضد المشركين ولم يحضرها، يبقى السرية يا أولاد حملة وجهها النبي صلى الله عليه وسلم ضد المشركين ولم يحضرها. طب كانت بهدف ايه؟ إضعاف قوة قريش الاقتصادية. يبقى السرية حملة وجهها النبي ولم يحضرها ضد مين؟ ضد المشركين، بهدف ايه؟ إضعاف قوة قريش الاقتصادية. طب ليه؟ عشان يكفوا كيدهم وعدائهم وتحريضهم لليهود على الرسول وأصحابه بالمدينة. عرفنا يا ولاد الهدف من السرية ايه؟ طيب الغزوة بقى يا ولاد، الغزوة هي معركة خاضها المسلمون بس بقيادة مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ضد المشركين. طب هدفها ايه؟ دفاعا عن الدين الاسلامي وحماية نشر مبادئه بين الناس جميعا. يبقى عرفنا الفرق يا ولاد، يبقى السرية دي حملة وجهها النبي ولم يحضرها ضد المشركين، بينما الغزوة دي معارك هيخوضها المسلمين بس بكيادة مين؟ الرسول ضد المشركين. تمام كده يا شباب؟ أول الغزوات يا ولاد، اتكلم عن غزوة بدر 2 هجرية. أسبابها، أراد الرسول صلى الله عليه وسلم استرداد بعض الأموال المسلمين التي استولت عليها قريش بعد الهجرة، فيقترح على اصحابه ان هم يعترضوا قافله لقريش قادمه من الشام، جايه من الشام، يقودها ابو سفيان. الا ان قائد القافله ابو سفيان هيغير طريقه فهينجو بالقافله. يبقى عرفنا اسباب الغزوه يا ولاد. ورغم نجاه ابو سفيان بالقافله الا ان زعماء قريش هيصروا على قتال المسلمين والقضاء عليهم، فيخرجوا في جيش عرضه ما بين اولاد 900 الى 1000 حتى وصلوا الى بدر. احداث الغزوة هنا، هيستشير الرسول صلى الله عليه وسلم اصحابه فاشار عليه اولاد بالخروج لقتالهم. كان عدد المسلمين 313 اولاد، وبعد وصولهم إلى بئر بدر أشار الحباب بن المنذر على النبي أن يعسكر عند أدنى بئر من آبار بدر. وبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يشجع أصحابه على القتال يا أولاد تلات المعركة، ويبشرهم بنصر الله لهم، ودعا ربهم فمدعوا الملائكة من عنده لتحارب معهم. نتائج غزوة بدر يا شباب، انتصر المسلمين رغم قلة عددهم على قريش، رغم قلة عددهم بقوة إيمانهم وأخذهم بأسباب النصر. يبقى عرفنا أسباب غزوة بدر ونتائجها. يبقى اسبابها ان الرسول اراد ان يسترد بعض اموال المسلمين اللي استولت عليها قريش بعد الهجره، فاعترضوا قافله لقريش قادمه منين؟ من الشام. ورغم نجاه القافله الا ان زعماء قريش سموهم انهم يقاتلوا مين؟ المسلمين، ويدعوا المسلمين. طب نتيجتها مين انتصر؟ انتصر المسلمين على المشركين برغم قله عدد المسلمين بقوه ايمانهم واخذهم باسباب النصر. غزوه احد،
أسبابها رغبة قريش في الانتقام من المسلمين لما حدث لهم يوم بدر. أراد قريش أن تنتقم بسبب أنهم انهزموا في موقعة يهود بدر. يبقى عرفنا غزوة أحد سبب إيه؟ الانتقام. قريش عايزة تنتقم من المسلمين نتيجة أنهم انهزموا في موقعة إيه؟ بدر، غزوة بدر. أحداث الغزوة، أعدت قريش يا شباب جيشا بلغ تعداده 3000 مقاتل، 3000 مقاتل، وتحركوا نحو المدينة حتى نزلوا قريبا من جبل أحد. موقف الرسول، استشار الرسول أصحابه فأشار عليه أصحابه أنه يخرج من المدينة. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في 1000 من أصحابه، وهما في الطريق رجع عبد الله بن أبي سلول زعيم المنافقين بثلث الجيش. واختار الرسول صلى الله عليه وسلم 50 راميا، اختار كام يا ولاد؟ 50 راميا، للوقوف على جبل بيطل على أرض المعركة، وأمرهم بألا يتحركوا من أماكنهم في حالة النصر أو الهزيمة إلا بأمره، يعني لا يتركوا مكانهم سواء في حالة النصر أو الهزيمة إلا بأمر منين؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. 4 هتدور المعركة، وكان النصر في بدايتها يا ولاد للمسلمين، لكن حدث إيه بقى؟ الرماة خالفوا أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم وتركوا أماكنهم لجمع الغنائم. فاستغل خالد بن الوليد الفرصة واستدار من خلف الجبل وانقض بجيش على المسلمين، وتحول النصر إلى هزيمة. يبقى نتيجة غزوة أحد هزيمة المسلمين معاه بعد أن كانوا منتصرين، والسبب بسبب مخالفة الرماة أوامر الرسول. غزوة الخندق 5 هجريا أو غزوة الأحزاب، بيطلق عليها برضه غزوة الأحزاب. أسبابها تحريض يهود بني النضير الذين أخرجهم الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة لغدرهم وخيانتهم. هيكون مجموعة من زعماء يهود بني النضير بتحريض قريش والقبائل المجاورة معايا يا شباب على قتال الرسول وأصحابه، والسبب إن الرسول أخرجهم من المدينة لغدرهم وخيانتهم. 2 رغبة قريش في القضاء على قوة المسلمين نهائيا. أحداثها، هتخرج قريش وحلفائها في جيش عرض أولاد 10,000 مقاتل، 10,000 مقاتل، واتجهوا نحو المدينة. استشار الرسول أصحابه فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر خندق شمال المدينة، فالنبي أعجب بهذا الرأي وصار هو أصحابه في حفر الخندق، وتم الانتهاء منه قبل مجيء جيش المشركين. وخرج الرسول وهو أصحابه في جيش بلغ عدده 3000 مقاتل، فكان الجبل خلفه والخندق أمامه. عندما رأت قريش، عندما وصل قريش وحلفائها ورأوا الخندق، قالوا إنها مكيدة ما عرفها العرب من قبل، وفرضوا حصار على المسلمين يا أولاد استمر شهرا كاملا، فضلوا محاصرين المسلمين شهرا كاملا. في الوقت دوت غدر يهود بني قريظة بالعهد الذي كان بينهم وبين الرسول وانضموا للمشركين. في الوقت ده يا أولاد كان داخل المدينة في يهود بني قريظة هيخونوا العهد مع الرسول وهينضموا للمشركين المحاصرين المسلمين من الخارج، فأصبح هناك عدو من الداخل وآخر من من الخارج. نتائج غزوة الخندق، انتصر المسلمين، بس النصر يا أولاد هنا أتى من عند الله، حيث أرسل الله ريحا شديدة
اقتلعت خيام المشركين وقذف الله في قلوبهم الرعب، فعادوا الى بلادهم خاسرين، وفرح المسلمين عندئذ بنصر بنصر الله. بعد كده حاصر الرسول يهود بني قريظة بسبب خيانتهم، شفنا ازاي خانوا العهد منهم الرسول وانضم المشركين، وامر بخروجهم منين؟ من المدينة، واخرجهم الرسول منين؟ من المدينة. صلح الحديبية 6 هجرية خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وجمع من اصحابه لمكة لزيارة بيت الله الحرام لاداء فريضة العمرة. نزل الرسول بمكان يسمى الحديبية بالقرب من مكة، وأرسل إلى قريش عثمان بن عفان ليخبرهم بأنه لم يأتي للقتال، يعني بعت لهم عثمان بيخبرهم إحنا جايين نأدي فريضة العمرة مش جايين للقتال. لكن قريش منعت الرسول من دخول مكة، وشاعت خبر ان عثمان قتل، فبايع الرسول صلى الله عليه وسلم اصحابه على قتال قريش، يعرف باسم بيعة رضوان. لكن سرعان ما عاد عثمان وارسل قريش رسل لمفاوضة الرسول، وتوصل الطرفين الى صلح عرف بصلح الحديبية. صلح الذي عن اتفاق بين طرفين او اكثر، وغالبا بيسمى باسم المكان اللي عقد فيه الصلح. شروط صلح الحديبية بين المسلمين وقريش: ايقاف الحرب بين الطرفين لمدة 10 سنوات، يؤجل دخول المسلمين الى مكة الى العام التالي، يعني السنة الجاية ما يدخلوش مكة السنة دي، يدخلوا السنة الجاية. 3، من أراد أن يدخل في حلف محمد دخل فيه، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل فيه. من قتل قريش من المسلمين لا ترده، ومن قتل محمد صلى الله عليه وسلم من قريش ردوا إليهم. الجزئية الأخيرة ديت، يعني لو جه حد من قريش المسلمين عايز يدخل الاسلام معايا، المسلمين يردوه، ومن اتى حد من المسلمين قريش لا تردوا. نتائج الصلح: هيعود الرسول صلى الله عليه وسلم الى المدينة، والصلح دوت كان فتحا مبينا على المسلمين، حيث بدأ النبي في إرسال الرسل إلى الملوك ورؤساء العالم يدعوهم إلى الإسلام، وبدأت مرحلة نشر الدعوة عالميا. يبقى إن تلك مرتبة على الصلح الحديبية، بدأت مرحلة نشر الدعوة عالميا، حيث بدأ النبي في إرسال الرسل إلى الملوك ورؤساء العالم يدعوهم إلى الإسلام، وواجه كل من يقف أمام تبليغها ونشر فضائلها بين الناس جميعا. غزوة خيبر 7 هجرية. أسباب الغزوة: كانت مدينة خيبر تقع شمال المدينة، وكان يسكنها اليهود بني النضير، وكانت المدينة دي مركز المؤامرات والدسائس، مركز للمؤامرات والدسائس، ووقر للغدر والمكر والخيانة، وفيها مثير الشغب لليهود. كانوا بيحرضوا القبائل على قتال مين؟ المسلمين. عرفنا سبب الغزوة دي ألم؟ إن المدينة ديت كان بيسكنها اليهود، والمدينة ديت كان تحدث فيها مؤامرات ودسائس، وكانت مكان للغدر والمكر والخيانة، وكان فيها وكان كمان كانت مأوى لمثير الشغب من اليهود. كانوا بيحرضوا القبائل على قتال مين؟ الرسول وأصحابه. لذلك رأى الرسول أن يفتح هذه المدينة ليأمن شر اليهود وغدرهم. معرفة فتح خيبر ليه؟ ليأمن شر اليهود فيها وغدرهم.
أحداث الغزوة خرج الرسول صلى الله عليه وسلم بجيش عدده 1600 مقاتل، فيقوم بحصار خيبر حتى استسلمت كل حصوني أولاد. نتائج غزوة خيبر: بالفعل سقطت قلاع اليهود وحصنهم، واستسلمت أولاد كل قلاعهم وحصنهم. أبقاهم الرسول في المدينة مقابل إن هم يأدوا نصف محاصيلهم للمسلمين، يعني المحاصيل المزرعية ياخدوا هم النصف والمسلمين النصف. تمام يا شباب؟ وهينزل اليهود موجودين بخيبر حتى هيخرجوا منها مين؟ الخليفة عمر بن الخطاب هو اللي هيخرجهم، وبذلك ينتهي الوجود اليهودي من شبه الجزيرة العربية. فتح مكة 8 هجريا أسبابها لأن قريش يا أولاد لم تلتزم ونقضت عهدها مع الرسول، وتحالفت مع قبيلة بكر ضد قبيلة خزاعة التي كانت في حلف مع المسلمين وقاتلوهم وهم آمنون مطمئنون. يبقى فتح مكة 8 هجريا قريش نقضت عهدها، لم تلتزم بالعهد مع الرسول، وتحالفت مع قبيلة بكر ضد قبيلة خزاعة اللي كانت في حلف مع المسلمين، وقتل هذه القبيلة أولادهم آمنون مطمئنون. أحداثها بقى: هيخرج الرسول صلى الله عليه وسلم بجيش بلغ عدده 10,000 مقاتل إلى مكة، وهيفتحها دون قتال، وهيعفو عن أهلها، وده دليل عليه أولاد على التسامح والعفو عند المقدرة. وهيطوف بالكعبة ويحطم الأصنام، وهيأتي إليه الرجال والنساء من قريش يعلنون إسلامهم ويبايعونه على عبادة الله. تمام يا شباب؟ يبقى يا شباب موقف الرسول من أهل مكة عند فتح مكة بيدل على إيه؟ زي ما إحنا قلنا بيدل على التسامح والعفو عند المقدرة. غزوة حنين 8 هجريا: بعد ان انتهى الرسول من فتح مكة، علم الرسول ان هناك قبيلتي حوازن وثقيف جنوب مكة تتحرك لقتاله. يبقى اسبابها ان في قبيلتين حوازن وثقيف عاوزة ايه اولاد؟ تحارب المسلمين. احداث الغزوة: خرج الرسول على رأس الجيش الذي فتح مكة، لكن المسلمين هناك في تلك الغزوة شعروا بقوتهم، حسوا ان هم اكتر معايا ولا، وكانوا بعضهم لم يهزم اليوم من قلة، حسوا في غرور كده، حاسين بقوتهم. في بداية المعركة هينقض عليهم العدو ولا أكون بهجوم مفاجئ عليهم، فيختل توازن المسلمين، فيحصل تراجع للمسلمين وتفرقوا. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت في موقعه وأمر عمه العباس أن ينادي على المسلمين، فاجتمعوا مرة تانية وانتصروا على عدوهم. نتائج يا أولاد: انتصار المسلمين على عدوهم. طب في دروس مستفادة، ايه الدرس المستفاد من هذه الغزوة يا أولاد؟ ان النصر مش بكثرة العدد والعدة فقط، ولكن بطاعة الله وقوة الإيمان وطاعتهم لقائدهم مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. معايا يا شباب؟ ده كان درس من عند الله، ان هم مش هنتصروا بكثرة العدد مش بكثرة ولا عدتهم، لكن بطاعة الله وقوة إيمانهم وطاعتهم لمين؟ لقائدهم مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. غزو تبوك 9 هجريا: اخر غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. اسباب الغزوة: تأمين حمية الدولة من
هجمات الروم وتهديدات الروم، تأمين الجهات الشمالية من الدولة ولا من تهديدات الروم. علم الرسول يا ولاد ان الروم بيعدوا جيش كبير لقتال المسلمين والقضاء عليهم. يبقى الرسول كمان علم ان الروم بيعدوا جيش كبير لقتل المسلمين ويقضوا على المسلمين. فقرر الرسول انه ايه؟ الخروج لقتال مين؟ الروم. وبالفعل عد الرسول جيشا بلغ 30,000 مقاتل وتحرك به نحو ايه؟ تبوك. فلم يجد احد من الروم، لم يجد احد من ايه؟ من الروم. حيث قذف الله في قلوبهم ايه؟ الرعب يا اولاد. قبل ما يوصل جيش المسلمين تفرقوا جميعا، وعاد الرسول بجيشه ايه؟ سالما الى المدينه. يبقى تاني نتائجها بقى يا شباب، يبقى دخل الرسول دون مقاومة بعد ان انسحب منها ايه؟ الروم. وعاد الرسول بجيشه ايه؟ سالما. وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يوليد 11 هجريا سنة 632 ميلاديا. في نهاية العام العاشر الهجري خرج الرسول صلى الله عليه وسلم لأداء فريضة الحج، حجة الوداع، وخطب في الناس مبينا لهم مبادئ الدين الإسلامي. وبعد عودته إلى المدينة مرض في العام التالي، وانتقل الرسول إلى جوار ربه في يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول عام 11 هجريا، بعد أن أدى الأمانة وبلغ الرسالة فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وبكده نكون قد انتهينا من درس اليوم مع أطيب أمانينا القلبية بالنجاح والتفوق، وإلى اللقاء.